نرحب بك إلى إخوتي المشاهدين في العالم العربي وأخوتي الجزائريين. نحن الآن أمام كاتدرائية سان بول بوسط لندن، والبورصة هذه البورصة بورصة لندن، مدخل بورصة لندن، يعني الشرطة منعوا الناس بها يدخلوا، يعني تضامن مع ما يجري في وول ستريت بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، على المشاكل هذه تاع البنوك والأزمة الاقتصادية اللي قاست معظم دول العالم. يعني الشرطة هنا مانعين المظاهرين بيدخلوا، وسموا هذا المنطقة الساحة ساحة التحرير، يعني سموها ساحة التحرير. الآن أنا هو المنسق تاع الثورة الأوروبية. أنا نقول لكم أنا هو المنسق تاع الثورة الأوروبية، أشهدوها. المهم نقصر معكم، فيه ناس ما احتجين هنايا، وجابوا فيها يعني خيم باه يبداو اليوم هنا يباتوا هنا، لان الشرطه منعتهم باه يروحوا، باه يمشوا للبوابه الاخرى. فهم الان راحين يديروا خيم هنايا ويباتوا فيها، غالبيتهم طلبه محامين، يعني فيه ناس يعني صحفيين، فيه ناس يعني مستوى من اصحاب الشهادات، ويعني هذو غالبية بريطانيين من كل فئات المجتمع، وخاصه طلبه منهم، لان هذه الازمه قاستهم كثيرا. وهذا هو وكالة الانباء العالميه والمحليه من كل دول العالم، يعني لكن بنظام، يعني رسالتهم توصل، وتشوف يعني في الإعلام عنده دور كبير في إرسال رسالتهم للمسؤولين. هذا الشرطة يعني موقفين الناس اللي يحبوا يدخلوا للساحة من الجهتين، حتى ما يروحوا يحموها. هم أرادوا احتلال مبنى بورصة لندن اليوم، يعني هدفهم كان احتلال مبنى بورصة لندن، لكن الشرطة منعتهم، وبالتالي لا يستطيعون الدخول إلى ساحة سان بول، أو كما سمى ساحة التحرير. Thank you.